في محاضرات سابقة شفنا طرق توصيل قواطع الهاي فولتج والميديوم فولتج واللو فولتج للوحدة الغازية نوع GT13E2، وبهذه المحاضرة راح نشوف طريقة توصيل هذه القواطع. فمحاضرتنا اليوم Grounding Earthing and Isolating Before Maintenance، التأريض والعزل قبل الصيانة. فنبدأ بهذه الملاحظة: Before opening disconnector circuit breaker must be open. هنشوف على هذا الرسم بحالة الاوبن، البداية لازم نفتح القاطع هذا، بعدين نفتح الديسكونكتر، وبحالة الكلوز العملية عكسية راح تكون. نوصل احنا الديسكونكتر اولا، وبعدين نوصل السيركت بريكر، وهذا كجزء من الانترلوك بين الديسكونكتر والسيركت بريكر. الفكرة منه حتى يتركز اخماد الارك او الشرارة الكهربائية اللي تصير عند الفصل والتوصيل على السيركت بريكر. وهنا نلاحظ احنا الـ SF6 الغاز العازل بالسيركت بريكر راح يكون اعلى من ناحية الضغط من الديسكونكتر، فاخماد الشرارة راح تكون يعني تركيزها على السيركت بريكر بصورة اكبر او بصورة كلية. اثنين، before closing earth switch ensure section is de-energized. قبل ما احنا نقرض السكشن المراد تأريضه، مثلا يكون باز بار او مولد او محولة او غيرها كاجزاء كهربائية، لازم نتأكد انه المصدر ماكو فد باك اب يرجع له حتى يغذيه، وماكو فد مصدر ثاني يغذيه، واذا كان عنصر كهربائي مثلا جنريتر او ترانسفورمر راح تكون لازم دي انرجايز حتى احنا نقرر. هنا نشوف بالنقطة اي grounding of generator step up transformer، تأريض المحولة الاساسية للمحولة يعني للوحدة. وحتى نقرض الوحدة الأساسية يعني هذه المحولة، لازم تكون الأجزاء الآتية بحالة الأوبن يعني السويتشات. أولاً هاي فولتج ديسكونكتر سويتش اللي هو على الرسم هنا، هذا الهاي فولتج ديسكونكتر سويتش لازم يكون بحالة الأوبن. اثنين، جنريتر ديسكونكتر سويتش أيضاً بحالة الأوبن اللي هو هذا، وهذا يعني أن القاطع أيضاً راح يكون بحالة الأوبن للجنريتر. والميديوم فولتج سيركت بريكر أيضاً بحالة الأوبن، هذا ميديوم فولتج. هنا التغذية منعت عن المحولة، تجينا من الميديوم فولتج او من المولد او من الجي اي اس، فتبقى هاي المحولة يعني ماكو فد مصدر يجيها، مصدر يعني يغذيها. احنا بهالحالة ممكن نروح موقعيا نوصل الديسكونكتر مالت الايرث يعني بالجي اي اس، وهذا التوصيل راح يكون موقعيا. بالنسبة لتأريض الجنريتر، هذا grounding of generator، هاي الأجزاء لازم تكون بحالة الأوبن. الجنريتر سيركت بريكر والجنريتر ديسكونكتر هنشوفها على الرسم هذا، هنا الجنريتر سيركت بريكر والجنريتر ديسكونكتر لازم تكون بحالة الأوبن حتى نقرض الجنريتر، وكذلك الستارتر ديسكونكتر مالت الـ SSD هذا حتى ما نخلي فولتيه مثلا تجينا من هذا الجهة. اكزايتيشن سيركت بريكر اللي هو هذا قاطع الحث ايضا يرتبط بالمولد، واكزايتيشن ترانسفورمر سيركت بريكر قاطع المحولة مالت الحث حتى ما يرجع لنا فولتيه منه. هسه منعت التغذية المولد من كل الاطراف، بهالحالة ممكن نروح جنريتر ايرث سويتش كلوز، نوصل هذا جنريتر ايرث سويتش، والتوصيل للايرثينج لازم يكون موقعيا. ثلاثة، medium voltage circuit breaker and low voltage circuit breaker. بالميديوم فولتج واللو فولتج اكو باز بارين، هذا الباز بار الاول بصورة عامة والباز بار الثاني، واكو باز كوبلر بين الباز بارين، وكذلك انكمر للباز بار. فاحنا حتى نقرض الباز بار معين، بالبداية الانكمر لازم يكون بحالة الاوبن اللي هو هذا، وكذلك الباز كوبلر لازم يكون بحالة الاوبن، ونشوف اذا اكو فد باك اب يرجع ايضا لازم نفتحه ما نخليه موصل. بهالحاله ممكن احنا نقرض الميديوم فولتج. هذا بالنسبه لطرق التأريض.